في اعتقاد رائج مع أنه خاطئ أنه التنمية الاقتصادية هي تؤدي إلى تطوير قطاع الاتصالات، بينما الحقيقة العلمية الدامغة هي عكس ذلك تمام، إذ أنه قطاع اتصالات متطور هو يدفع بقوة نحو نمو اقتصادي متين. مشان هيك أنا بشوف أنه لبنان بالفترة المنصرمة ضيع على نفسه فرص اقتصادية وتكنولوجية ثمينة، وأنا برحب بالرؤية الاستراتيجية والخطة العملية المطروحة، لأنه رح يكون عندها انعكاسات إيجابية بأربع اتجاهات. أولا بموضوع الانتاجية، حيث أنه الاقتصاد اللبناني لسوء الحظ هو من بين الأضعف بمجموعة الدول الناشئة، وهالشي ينعكس سلبا على قدرة لبنان على التنافس. فلما قطاع الاتصالات يتطور، هيدا ما بيعود بالمنفعة عليه فقط، إنما ينعكس إيجابا على القطاعات الأخرى، لأنه هو رافعة ووسيلة ومكون أساسي للقيمة المضافة بالقطاعات الاقتصادية الثانية حتى التقليدية منها مثل القطاع التجاري. أما الموضوع الثاني فهو المساعدة في إنشاء الاقتصاد المعرفي في لبنان، يلي نوضع من قبل المصرف المركزي على السكة الصحيحة عبر التعميم رقم 331. فالتمويل صار متوافر، ونحن كنا بحاجة لعدة الشغل يلي بالفعل رح يأمنها قطاع الاتصالات تحت الشعار العريض يلي هو الاقتصاد الرقمي، يلي رح يسمح لأجيال من اللبنانيين أنهم ينشئوا شركات قيمة في لبنان. الموضوع الثالث هو التصدير. البعض بيعتبر أنه التصدير هو فقط سلع، إنما لا، في تصدير خدمات وخدمات قيمة جدا، وأنا بعتبر أنه هالشي بده يكون عنده انعكاس إيجابي على ميزان المدفوعات في لبنان يلي هو عانى أحيان كثيرة من حال عجز، وأيضا في جذب الكثير من النقد والعملات الصعبة إلى لبنان. أخيرا ليس آخرا، الاقتصاد المعرفي يلي الجسر العبور نحوه هو قطاع اتصالات متطور رح يساهم في استحداث عشرات ألوف فرص العمل، مش أي فرص عمل، فرص عمل مجدية في لبنان، رح تمكننا من ترسيخ في لبنان الكفاءات الكبيرة اللي عم بتهاجر نحو الخارج، وبالتالي هالشي رح يساعد في لجم ظاهرتي البطالة والهجرة من لبنان. يعني بالمحصلة أنا بشوف أنه الرؤية المطروحة رح تشكل قفزة نوعية كبيرة بالنسبة للاقتصاد اللبناني، مشان هيك أنا برحب فيها.